السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء، وحشتوني جدا جدا، افتقدتكم الأيام السابقة. حلقة اليوم هنتكلم من خلال المهندس عطية والأستاذ أحمد شلبي في شاهد الواحات عن بعض العمليات الزراعية المهمة للنخيل، فأتمنى إن أنتم تسمعوا كويس الحلقة، وإحنا آسفين على الهوا اللي بيكون موجود في الحلقات، إن إحنا إمكانياتنا المتاحة والبسيطة هي اللي بتجبرنا على حاجة زي كده، لكن إحنا كما تعودنا مع المشاهدين المصداقية. المصداقية بأبسط الأمور السهلة البسيطة اللي إحنا بنتعامل بيها، فبالتالي مش عايز أي حد يزعل من الهواء اللي بيبقى موجود في الصوت الموقع. مع بعض كده نتعرف على المعلومات الجميلة، ومستنيين منكم أي استفسار في مجال الزراعة، بتلاقوا تليفوني والواتس بتاعي في آخر الحلقة محطوط في كل الحلقات. وبرضو مهندس عطية والأستاذ أحمد شلبي تليفوناتهم معروفة في أي مكان. يلا نتفرج. زي متابعين قناة مهندس أحمد شلبي، أراضي الواحات البحرية الجديدة سوعام التمور، سوعام طبعا من مزارعنا، من إصلاح وتسميم وتنفيذ وإشراف شركتها. دول مجموعة من النخالين، نخالين مصر كده، شغالين تحت نخال شغال بتعليمات من عند المهندس عطية. رايح أصورهم عشان أوريكم عملية مهمة جدا من عمليات الإيه، تركيب المجدول. بس يا رب العمال تكون كده رايقه، والرجاله اللي بتعرف تشتغل دي تكون مزاجها عالي النهارده. الفيديو ده مقدم كمان اهداء ايه قناه المهندس مراد مرعي، الراجل المحترم. السلام عليكم. اوعى اكون معطلكم، اوعى اكون معطلكم. انت ما انا جاي لك انت اهو، بعمل حاج الراجل البركه ده. ازيك يا عمدتنا؟ الله ينور على الرجاله النخاله. ايه يا عم الحاجات الحلوه دي يا رب. تكييف؟ ها تكييف واحده قدامنا كده واحنا مع بعض، خلي الناس تستفيد. هتكيف ايه؟ ازيك يا عم؟ خد في كياب اهو. ازيك يا عم؟ منين؟ احسن ناس يا عم الجيزاويه والبدرشين والحوامديه وكله. ايوه ده بلد النخل كلها. الله ينور. كيف؟ ايوه ما شاء الله ما شاء الله. اشرح بقى التكييف ده بيفيد في ايه على السريع كده. ايه؟ بيدفي الفرق. بيدفي؟ اه بيدفي القلب بتاع الفرق، ما بيخليش الشمس تشوف. حلو. الفرق ممكن يشتغل على طول. والله ما بيحبش من التراب والهواء. بترمي رابطة، رابطة فوق رابطة تحت. بتربط رابطة فوق رابطة تحت. بتكيف بعد الزراعة على طول. بتفك التكييف ده امتى؟ بعد يعني مثلا اقول بقى بتقطع انت الكيب لوحده. يكون القلب نط كوح. طب انا لو ما كيبتش ايه اللي هيحصل؟ السراب بتاعه بينشف، الشمس بتنشف وبقى بيضر القلب. طبعا التراب بيخش في القلب والهواء بيضرب وبتقصقص الجريد كده عشان عمليات الهواء. ايوه عشان الهواء ما يردش. الله ينور الله ينور. العيد الشقيان يا ريس. الله ينور يا رجال. الله ينور يا عمده. ما شاء الله تبارك الله، ده جزء من عمليات التكييف. دي معلومات مهمه حبيت اقولها لكم. طبعا زي ما انتم حضرتك شايفين كده مهندس عطيه بينادي عليا من هناك. يلا يلا، طبعا واخد الموقع كده من اوله، نازل فيه تكييف بعد الزراعه، وبعد طبعا عمليات الغسيل، وبعد فرد الشبكه، وبعد شتله النخله، نازل فيه تكييف كده. ده اسمها عمليات تكييف المجدول، ودي من اهم عوامل نجاح النخله. طبعا كله بتكيب، الصعيدي المجدول البلحي كله بتكيب. اشكركم، ما تنساش تعمل لنا لايك، ما تنساش تعمل لنا كومنت ايجابي، ما تنساش تشير الفيديو ده. انت حضرتك متابع لقناه المهندس احمد شلبي، يبقى لازم كل يوم ان شاء الله يكون عندك معلومه جديده، لازم يكون عندك مجموعه معلومه من قلب المواقع، يكون عندك معلومه سليمه زي ما وعدتكم بدراسات جدوى حقيقيه من قلب المزارع، زي ما بصور لكم من قلب المواقع. الناس كانت تقول لك يا باشمهندس ارفع الكاميرا، عايزين نشوف يا فندم. ادي الكاميرا اهي، وادي التكييف اهو، وادي الشغل قدام حضرتك اهو في المزرعه ان شاء الله. وادي الطاقه الشمسيه، طبعا خلاص انتهى عصر الديزل والجاز. ان شاء الله نعمل لكم حلقات برضه قريب، مقارنه ما بين تكلفه الطاقه وما بين تكلفه الديزل، وربنا يعيننا. والله عندي حاجات كتير عايز اقدمها، عندي خبرات كتير عايز انقلها ان شاء الله، واحده بواحده كده باذن الله كل المعلومات تبقى متاحه مجانيه للجميع. اشكركم، ما تنساش تدعمنا. السلام عليكم.
احمد شوقي.